السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد بحكاية جديدة وسالفة جديدة مع أمل. اليوم حكايتنا مختلفة لأنها عن المراهقين، صار لنا زمان وأني ما تكلمت أصلاً في حلقاتي عن المراهقين أو عن الأطفال بشكل عام، دائماً نتكلم عن العلاقات، وهذه كانت تقريباً نوعاً من التأسيس يمكن لبناء أسرة، بعد كذا نبدأ في الأطفال. بس اليوم قلنا نعطيكم لو نبذة بسيطة عن المراهقين، وهذه النبذة والله يعني لو طبقتوها راح تستفيدوا إن شاء الله كثير كثير صراحة، لأنه مشكلتنا مع المراهق أننا ما قاعدين نستوعبه، ما قاعدين نفهم. يعني مثلا الحين إحنا لما نجي مثلا البيبي الصغير يكون يبكي وكذا، ما نقعد نتركه مثلا أو نهمله، نعرف إن في سبب لهذا البكاء صح، لكن تصرفات المراهق عادة ما نعرفها فنستنكر ليش هو يتصرف بالطريقة هذه، وهذا عدم المعرفة يخلينا فينا دائما في انصدام بيننا وبين المراهقين. فعشان ما يصير الانصدام واتغاء للمشاكل، خلينا نتعرف بعض الأشياء، ما هي شخصية المراهق وماذا يحاول أن يعني يثبت. طيب، المعلومة الأولى واللي أنا أبغاكم تركزوا فيها عليها، وأنا صراحة هذه الحلقة مش بس الأمهات والآباء، اللي عنده أخوان مراهقين، اللي عنده طلاب مراهقين، أي أحد صراحة حيستفيد من هذه الحلقة إن شاء الله، فانشروها جزاكم الله عني ألف خير. طيب، الفكرة أنه أول حاجة يبغى يثبتها المراهق أنه هو كبير. طيب، فعشان كذا هو يبغى يستقل برأيه، يستقل بملابسه، يستقل ويعمل حاجات غريبة وكذا وكذا، يبغى يقول لك إنه هو رأيه غير رأيك أنت، أوكي؟ إنه هو كبر وإنه صار مستقل. الآن أي شيء منك أنت حيدعم هذا الشيء حيخليه مرتاح، أي شيء منك أنت حيعاكس هذا الإحساس عنده حيتعبك وحيتعبه جدا، حيتعبوا. يعني مثلا الحين لو تقولوا انت مش مسؤول، انت مش انسان يعني عندك مسؤوليه، مثلا انت ما تفهم، او ايش هذا الكلام الغبي هذا، او اي من الاشياء هذه اللي تعطيه احساس انه هو ما كبر وانه هو صغير وانه مو محتاجك، حتضربه ضربه قويه، وهذه الضربه القويه حيردها لك اياها عشرات اضعاف المضاعفه، حيؤذيك لانه شرس هو تقريبا، فيه نوع من الشراسه، بعضهم بالذات مره شرسين. فانتبه ما تدخل معاها في هذا الاصطدام، بالعكس انت حاول كل الاشياء اللي هو يسويها كويسه ايجابيه، قل له ما شاء الله عليك جميل، انت رائع في هذا وانت مسؤول في هذا وكذا، بحيث انه يزيد من الاشياء الطيبه عنده. اوكي، فركزوا كل حديثكم معاه اذا كان فيه انك انت كبير، فجو اهيد استمروا على هذا الكلام. اذا كان في اي شيء يعني له انك انت مش كبير، ابتعدوا عنه، عرفوا كيف تدخلوا المعلومه بطريقة غير مباشرة، بحيث انه يوصل الرسالة بس من غير ما تقول له انك انت مش كويس او مش كبير. طيب، هذه اول واحدة. الشيء الثاني واللي لازم تفهمونه على المراهقين، هم الناس آنيين، يعني الوقت الان وبس، ما قاعد يشوفون المستقبل ويفكرون بعدين وكذا، مخهم محدود شوية يعني في الوقت الحالي، فتلاقيهم يحبون المتعة ويحبون المرح ويحبون كذا، عايشين اللحظة. واحيانا هذا يعني استيعاب الفرق، يعني انه هو الحين مجرد مرحله حتعدي عليه، يعني كيف انت ما تقول مثلا انه هو الذي خلاص فاشل عشان هو ما قاعد يدرس الان او ما قاعد يسوي شيء وكذا. كم ناس يعني تركوا الدراسه ورجعوا ما شاء الله تبارك الله، صح؟ فهي مرحله، فانت لا تدقق كثير عليها انه مثلا ليش هو بس يبغى ينبسط، ليش هو يبغى يضحك، ليش هو يقعد يتفرج تلفزيون طول الوقت، هذه مرحلته. فاستيعابك لهذا الشيء حيخفف التصادم اللي بينك وبينه. اوكي، واذا تبغى تعمل حاجه جدول معاه، حط جدول، يعني تقول له مثلا انا ابغاك تعمل هذه الاشياء، عارف كيف، حطوها في غرفته واتفقوا عليها اتفاقيه، هذه مش مشكله، يعني ممكن يعني يستوعبها هو. لكن لا تقول له مثلا انت ايش طول الوقت تلعب، طول الوقت مش عارف ايش كذا، انتقادك له الدائم يخليك انك تجرحه وتحسه انك انت ان هو مش يعني انسان سوي او مش انسان كويس، وانت مرآة ولدك، يعني او انت مرآة ولدك، ولدك بيشوف نفسه من خلالك انت. فإذا أنت شفت أنت قاعد تشوفه أنك إن هو سيء، حيقول مين يعرفني أكثر من أبوي وأمي، صح؟ فحيقول كل كلامكم صحيح، فراح يصير يعمل على مقتضى هذا الكلام ويصير بالعكس أفشل كمان أكثر. فانتبهوا من الكلمات، جدا جدا مهمة. في شخص قال كلمة قوة الكلمة، فعلا قوة الكلمة جدا جدا لها زي وقع السحر. في الحديث يقول يعني إن من البيان لسحرة، الكلام كأنه سحر، سبحان الله يسحرنا. فانتبهوا من هذا الشيء. طيب، فاحنا قلنا المعلومه الاولى انه هو يعني يبغى يثبت انه هو كبير، فندعمه في هذا الشيء، وانه هو اني نتفهم طبيعته هذه، واذا احتجنا منه نعمل مهام معينه نعطيه مهام ونتفق فيها عليها. طيب، فهذه جميله. الثالثه
وهذه نقطة جدا مهمة بالنسبة لي تفهموها، أصدقائه خط أحمر بالنسبة له، أوكي، لأنهم مرة مهمين جدا له وهو متعلق فيهم كثير. فأنت الحين عشان تبغى تكسبه ما راح يعني تواجهه بأصحابه، ما تقول له أي شيء على أصحابه، ما تقول له أصحابك هذول مش كويسين أو تسب أصحابه أو كذا، لأنه أصحابه معناها هو أصلا، لأنه هو اختارهم صح، فاختياراته لابد تحترم. لكن عندما تقول له أنت أصحابك هذول فاشلين، أصحابك مش عارف إيش، وأصحابك وأصحابك وأصحابك، حيكرهك وحيتمسك فيهم أكثر، لأنه أصحابه هم منافس كبير لك أنت أصلا. أصحابه يحبون ويضحكوا معاه، يقدروه، يحسون هو كبير، يعني عندهم صفات مرة رائعة بالنسبة للمقارنة لك أنت اللي قاعد تحطمه طول الوقت، فبسهولة ممكن يتركك أنت ويروح عندهم صح. فأنت عشان تكسب المعركة هذه مع المنافس الشرس هذا اللي هو الصديق، أنت تقبل الأصدقاء، عندك ملاحظات عليهم حاول تحطها بطريقة غير مباشرة، اسأل ها ايش رايك بهذا الشيء في صديقك، وايش ايش يعجبك في صديقك وكذا، بحيث انه يكون في نوع من الحوار مش اصدار احكام، صاحبك هذا فاشل، صاحبك هذا كذاب، صاحبك هذا مش عارف ايش، لا لا، حاول تدخلها بطريقه مختلفه تماما. وش سوى صاحبك، وايش رايك انت طيب في الموضوع هذا وكذا، خلي هو هو اللي يجيب الكلام تقريبا، هو اللي يستوعب الفائده. طيب فانتبهوا لا تدخلون في 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 اصطدام مع اصحاب عيالكم ابدا، حتخسروا، اقول لكم اياها من الحين يعني. وهذا اللي يصير مع معظم العائلات، انه العيال خلاص تركوا اهاليهم، ما صاروا يهتموا في اهاليهم، صاروا يهتموا في مين؟ الاصدقاء. واذا تركناه من الاصدقاء ايش مشكله الموضوع هذا؟ انه الصديق ما عنده النضج الكافي انه يحمي الولد هذا من المخاطر، فانت قاعد تخليه عرضه لمخاطر اكثر بسبب انك تهورك، بسبب انك انت مش قادر تستوعب الولد هذا، اوكي. فتقبل اصحابه وأعطي ملاحظات بغير مباشرة، أوكي؟ فخليكم شوية ذكيين كذا، يقولون الغرب اختر معاركك، choose your battles، وكل مرة تعمل مشاكل مع الولد هذا، اختار الشيء اللي في مصلحتك أنت وفي المصلحة الأكبر، خلي نظرتك أعمق وأبعد. آخر شيء حقول لكم يعني اليوم عن المراهقين، المراهق يحب الاستكشاف. وهذا الشيء لابد يستوعبونه، بالذات الناس اللي مثلا ربوا عيالهم أحسن تربية وما شاء الله دينية وكل حاجة، بينصدموا لما الولد بيدخل في استكشاف مثلا سجاير أو مثلا أفلام لا سمح الله مش كويسة أو كذا أو كذا وكذا، يقول أنا ربيته على أحسن تربية، كيف هو دخل هذا المجال؟ فهمت علي؟ أنا عملت وأنا عملت، مش هي ما لها علاقة بالتربية، هي لها علاقة بالشخصية بالمرحلة، هي هو لازم يستكشف، يبغى يستكشف، اوكي. الله يحميهم كلهم ان شاء الله رب العالمين يا رب. انا ما قاعد اقول انه يعني، بس هي من صفات المرحله هذه، زي ما الطفل الصغير لما كان ياخذ تراب ياكله وياخذ مش عارف ايش ياكله كان يستكشف صح، فهم يرجعوا في المراهقه نفس الشكل استكشاف بس من نوع اخر، اوكي. لا ننصدم مره انه ولدنا مثلا انا ولدي اللي ربيته انا وكذا، ويصير صدمه عمرك ويجيك ضغط السكر وازمه قلبيه، تقبل انه هو راح يصير في اشياء زي كذا معاه غريبه، أوكي. أكيد مش سهل، أنا أم لثلاث مراهقين، فأعرف كده إيش الواحد ممكن يعني الاستكشافات هذه ممكن تصدم الأهالي، أوكي. لكن استيعابك إنه هذا شيء مرحلة وحتعدي إن شاء الله، أوكي، ويمكن يجربها وخلاص ما عاد يبغاها مرة ثانية، فلا تدقق مرة ولا تكبر مرة المسألة ولا تضرب وتحقد وممكن تطرد من البيت وتعمل مسألة كبيرة وهي مجرد استكشاف كان ما كان يبغى أصلا يستمر عليها. فالحوار حوار خليها أهم شيء بيننا وبينهم، والنقاش يعني من غير شيء مباشر، خليهم هم اللي يطلعوا القرارات، لكن إنك كل ما خليته هو اللي يطلع قرار كل ما كان هو حيقول إنك أنت قاعد تحترمه وقاعد تقدر رأيه وقاعد تشوف إنه هو إنسان كبير، بينما أنت تقول له أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، أنت قاعد تصدر أحكامه بس، وراح يتركك ويروح عند أصحابه اللي قاعد يحترمونه ويقدرونه ويعطونه جوه وما شاء الله تبارك الله. ف لا تخسر ولدك أو ابنك في هذا العمر، لأنهم هم محتاجينك تماماً تماماً تماماً. آخر شيء أقول لكم يا، مهما سووا من أخطاء استوعبوهم أنتم، أنتم الكبار، لا تحطوا رأسكم في رأسهم، أنتم اللي تحتوون، أنتم تحبوا، أنتم تعطفون، حتى لو عملكم يعني حركات مش كويسة ممكن مزعجة ممكن تكون يعني فيها نوع من قلة أدب، دورك أنت كأب وإن دورك أنت كأم أنك تثبت لهم أنه أنا أحبك مهما صار، مهما صار، خليها تحس يحسوا أن هي هذه عقيدة عنده أنه أنت له
مهما صار مهما صار مهما صار، لانه هو احيانا بيهزك. هو في من صفات برضو المراهق انه هو يعني يتحدى السلطه، فهو يحاول احيانا يتحداك عشان يثبت انه هو مثلا انه قوي او كذا. فلا تضعف انت، بالعكس خليك ثابت، خليك متماسك في هذا. حتى لو قال لك كلمه مثلا ما تسوى او تعبير مش حلو، اعمل نفسك انك انت ما تاثرت، حتى لو قلبك يدمي، بس لمصلحه الجميع خليك انت متماسك عشان هو يحس انك انت انسان قوي، مو انه اي كلمه بتروح تنفعل وتبكي وتعمل فيها مناحه وتعمل لك فيها انك ظلموه يعني. لا، ابتعد عن هذه الاشياء وخليك مره مركز معاه ان شاء الله باذن الله. اتمنى هالنصائح وهل يعني اضاءات، انا ما اقول لكم يعني هي ممكن نتكلم محاضرات في هذا الموضوع، لكن هي اضاءات تساعدكم ان شاء الله باذن الله في التعامل مع المراهقين. اتمنى تكون عجبتكم واتمنى تكون استفدتوا منها حاجه. بليز شيروا المقطع عشان انا عارفه هذه المراهق قاعدين يتعب كثير من الناس، وهي ازمه صراحه في كل بيت تقريبا. فشيروا هذا المقطع ولكم الاجر ان شاء الله. اوكي، يلا السلام عليكم. يلا.